في آخر حلقة من أنمي هانتا هانتا ظهر تلميح جين لجون عن القارة المظلمة. ظهر كورابيكا في الأخير وخطط باريستون التي لا نعلم ما وراءها، والكثير منا ظن أن الكاتب سيكتفي بهذا ويجعلها نهاية القصة، لكننا كنا مخطئين، بل بعدها مباشرة بدأ بشرح القارة المظلمة كأنه كان متحمسا أكثر منا ليدخل إليها. وليس هذا فقط، بل شرح لنا القارة في 9 فصول وأدخل لنا شخصيات وأرك آخر في خدم الرحلة إلى القارة المظلمة. فطبعا سيكون ممل إذا كانت الرحلة مملة، فأدخل أطرافا جديدة للقصة ورجع بهدف كورابيكا والعناكب، ولا ننسى هيسوكا الذي ما زال يبحث عن من يقاتل، والزودياك، وطبعا جين وباريستون. أنا أيضا مثل الكثير لم أرد قراءة المانجا في الأول لأنني أنتظر الأنمي، وكنت أقول أنني لن أستطيع الاستمتاع بالأنمي إذا قرأت المانجا. ناني، أنا سأكون الأولى في انتظار الحلقات كل أسبوع، وسأكون متحمسة أكثر ممن لا يقرأ المانجا، لأن من يقرؤون المانجا انتظروها طويلا، ونريد أن نرى كيف سيتم تحويل هذه المانجا إلى أنمي. لا يجب عليك قراءة المانجا الآن، لأنني في هذا الفيديو سأشرح الأحداث الحاصلة حاليا. إذا أردت معرفتها فتابع الفيديو، أما إذا ما زلت تنتظر الأنمي فستنتظر كثيرا. الكل يعترف بأن أحداث المانجا معقدة، لكن ما يجعلها أكثر تعقيدا هي الترجمة العربية التي تكون غير صحيحة غالبا، فأنا أقرأ من المجلدات وبالترجمة الرسمية، مع ذلك صعب فهمها، لكن سأنزل رابط الفصول ملونة في الوصف لتقرؤوها. هذا المقطع سيكون مقسما ليكون من السهل عليكم التنقل بين الأحداث، وأيضا لمن سبق أن قرأوا المانجا ويريدون فقط تذكر بعض الأحداث. هيا لنبدأ. القصة تبدأ بعد التقاء جون بوالده. تحدث جين عن القارة المظلمة وأن نمل الكيميرا جاء من هناك، وأن العالم الذي نعرفه هو فقط نقطة في بحر العالم الكبير. هذا العالم يجعل الصيادين يريدون الذهاب إليه واستكشافه، لكن مع بداية الفصل نكتشف أن النيترو كان يحرم الذهاب إلى هذه القارة لخطورتها الكبيرة. بعد أن أصبحت شيدل رئيسة جمعية الصيادين وهي على وشك إخبار الزودياك أو أعضاء الجونيتشين بخبر مهم، جاء بينز بمصيبة كبيرة، وهي ما سيغير أحداث القصة وستبدأ التعقيدات. اتضح أن النيترو ترك قرصي ليعرضوه بعد موته، والذي سجلهم سابقا قبل أن يبدأ الحرب مع أرك النمل. واحد انعرض قبل انتخابات الرئاسة والثاني سينعرض الآن. كاكين هي دولة في وسط القارة الأسيوية، وحاكمها اسمه ويغورو. المهم وضعتها في الترجمة وهذا ما طلع لي. ويغورو. هذا الحاكم يعلن أن هناك رحلة استكشافية للقارة المظلمة، وأن البشرية كما قال كان حلمها أن تصل لهذا العالم الجديد، وهو الآن يعطيهم فرصة لخوض هذه الرحلة، وبدايتها ستكون من دولة كاكين. لكن معروف على القارة أنها مكان محظور الذهاب إليه، مع ذلك الكاكين نفوذهم كبيرة وهم دولة جديدة، مما يجعلهم منعزلين عن القادة 5 أو ما يسمون بالـ V5. الـ V5 مضوا اتفاقية لعدم الذهاب إلى العالم الجديد، لكن كاكين كانت خارج الاتفاقية لأنها تغيرت من إمبراطورية إلى دولة ديمقراطية، وهذا يجعلهم غير ملزمين باتباع الاتفاقية. بعد خبر كاكين توضح أن هناك خبر أسوأ، وهو أن قريبا لنيترو الرئيس السابق لجمعية صيادين هو من سيترأس الرحلة، وهذا الشخص هو بيوند نيترو. بيوند نيترو هو ابن إسحاق نيترو، ويشبه نيترو بشخصيته ومظهره، وهو من سيسير الرحلة. لم يكن للزودياك علم بوجود ابن لنيترو، والآن قد ظهر بعد موت والده لكي يبدأ رحلته تابعا خطى والده بأن لا يوقف تحدي نفسه. بيوند شجع الجميع ليلتقوا في كاكين، الجميع بدون استثناء لا السن ولا العرق، ووعد بإزالة كل العقبات والتكفل بالرحلة وأخذ العالم إلى هناك. كما أخبر جين جون أن الذهاب إلى القارة يحتاج 4 أشياء: التصريح، الطريق، التأهيل، والتفاوض، لكن بيوند وعد أن يتخلص منها جميعها.
وفعلا الكثير من الناس بدأوا بإرسال طلباتهم للذهاب مع بيوند، وقال بيوند بأن يتم قبولها جميعا. مع أن الفي 5 أرسلوا للملك تحذير بعدم الذهاب، لكن بيوند مجنون ولا يكترث، هو فقط يريد رؤية المجهول بدون أي قيود، فهو في الأخير صياد، سيقبل أي أحدا ولن يكترث بمن يخرج، لكنه سيسحق من يتدخل في رحلته. بيوند تحدث بكل هذا مع فرقته المتكونة من 10 أشخاص، واحد من هؤلاء الأشخاص هو باريستو. بعدها الفي 5 أرسلت مهمة للزودياك، وهي أن يقبضوا على بيوند. قبل أي رحلة نحو القارة، هناك وكالة تصريح عالمية تنسق الرحلات، وهي وكالة تابعة للفي 5. مدير الوكالة عرف ستينر نائب السكرتير بأهمية هذه الوكالة، وأهميتها تكمن في المعلومات التي يعرفونها عن القارة، وليس ذلك فقط، بل هم لا يسمحون لأي أحد بالذهاب إلى العالم الجديد. وكما ذكر المدير أن مشكلتهم الآن هي دولة كاكين التي تريد الذهاب، والذين لم يخوضوا لاختبارات الوكالة بما أنهم لم يمضوا الاتفاقية. وأضاف أن رحلتهم هدفها استعمار المنطقة وليس الاستكشاف فقط، أي يريدون استعمار القارة المظلمة أو العالم الجديد. عرفنا بعدها أن هناك حراس لبوابة العالم الجديد، وهم يكرهون الناس التي تفتقر للتهذيب، وهو يلمح لكاكين وأن حارس البوابة لن يقبل بدخولهم إليها. القارة المظلمة شرحت كأنها صندوق باندورا، ومعنى هذا الصندوق هو أن تقوم بفعل يبدو لك ضئيلا وغير دار، لكنه يأتي بعواقب وخيمة بعيدة المدى وخارج عن السيطرة، تماما كالذهاب إلى القارة المظلمة. حينما فتح الباب اتضح لما البشر محرم عليهم الذهاب، بشر ملتوون وأشلاء خارجة من جسد أحد ما، تماما ما ترونه. إنهم بشر، لكن الغريب أن هؤلاء لم يذهبوا إلى القارة، بل وجدوا في هذا العالم بسبب آخر رحلة إلى القارة. فكيف تم تحويلهم إلى هذا؟ وكيف عرفوا أن هذه أعراض من ذهب إلى القارة؟ من كتاب اسمه رحلة إلى العالم الجديد، الذي صنف سابقا تصنيفا خيالي ولم يصدقه أحد. هذا الكتاب فيه معلومات عن القارة المظلمة وكوارثها. واحد فقط من الناجين ظهر كزومبي، وقيل أنه لا يحتاج التغذي، وعاش هكذا منذ 50 سنة، وهو كان في السابق صياد ذهب إلى العالم الجديد وتعرض لفيروس يمنعه من الموت. ووضح المدير أن في كل مرة ذهب البشر إلى العالم الجديد يرجعون فارين ومعهم كارثة جديدة، وهذا تماما ما يقصده بصندوق باندورا. شيدر رئيسة جمعية الصيادين الحالية جمعت الزودياك لإخبارهم بأمر مهم، لكن بينز أوقفهم لمشاهدة خطاب ملك كاكين وبيوند. مع سماعهم الخطاب، كل جوني تشين كانوا مرتعبين من شبه بيوند لنيترو، وصدموا لظنهم بأن نيترو ليس لديه عائلة، وحتى بفكرة الرحلة إلى القارة لم يتفقوا معها، بما أن القارة خطيرة وكل من ذهب هناك يرجع بكارثة، وكل الوحوش السحرية آتية من هناك. لكن بينز أخبرهم بالقرص الثاني الذي حذره نيترو إذا جاء أحد وادعى أنه ابنه، والمشكلة كانت أنهم لا يستطيعون مشاهدة القرص بما أن باريستون وجينغ عضوان الزودياك الباقيين لا يتواجدان الآن. وهنا تكمل شيدل إعلانها بأن باريستون وجينغ استقالا من الزودياك تماما، وشيدل وافقت على قرارهما، يعني الآن سيستطيعون مشاهدة القرص ومعرفة وصية نيترو الأخيرة. لكن الخبر لم يقتصر على هذا، أضافت شيدل أن الفي 5 أو فريق تنسيق المهمات في الفي 5 أرسل مهمة خاصة بسايد بيوند نيترو، لأنه خرب الاتفاقية وهو من سيترأس الرحلة الاستكشافية إلى القارة المظلمة. بعد مشاهدتهم القرص الثاني، أخبرهم نيترو أنه سبق له الذهاب إلى القارة المظلمة مرتين حينما كان شابا. أخبرهم أيضا أن بيوند حاول الذهاب إلى القارة مستخدما طريقا آخر، ورجع بأخطار جديدة وكوارث جديدة، لهذا منعه نيترو من الذهاب مرة أخرى، ومنع أيضا جميع الصيادين إلى أن يموت. نيترو سجل هذا القرص وهو يعلم أنه سيموت، فاستطبت أنه أمر الزودياك أو طلب منهم أن يذهبوا لاستكشاف القارة قبل ابنه نيترو، مع أنه هو من حرمها في الأول، لأنه يعلم تماما أن الصيادون خلق لاستكشاف المجهول. شيدل وافقت على طلب نيترو ومنعت أي صياد آخر الذهاب معهم، مع أنهم فكروا بأن الوحيد الذي يريد حقا الذهاب هو جين فريكس.
والمفاجأة الأخيرة هي حضور بيوند نيترو واستسلامه للزودياك، وأخبرهم بأن يخبروا الـ V5 أنهم قبضوا على بيوند، لأنه كما قال هذا أخذ وعطاء، سيعطيهم نفسه لكن في المقابل سيأخذ هو ما يريد. الآن مع بدء الرحلة واصطياد بيوند، مع استقالة جين وباريستون ووصية نيترو، كل هذا وأكثر في مانجا هانتر. إذا أعجبكم الشرح وتريدون المزيد من الفصول أخبروني في التعليقات، وأتمنى أن تقرأوا المانجا لأنها حقا تحفة فنية. إذا يعجبكم محتوى هانتر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم الفيديو ادعموني بضغط زر اللايك. أراكم في مقطع قادم.